مشاهدينا الكرام، كديري لاباس عليكم؟ لاباس لكم مبروكه. اليوم وصفه جديده غادي ندير لكم طلع معمر. اليوم الطلع ديالنا اليوم غنديروا البصل، انت تشوفوا معنا الطلع ديالنا عجناه بطريقه العاجيه. كل مره كتعرف كيفاش تعجن الطلع ديالها، الخميره الماء الماء بارد، عجنت انا بالماء بارد كنعجن الوقت سخونه وكنغطيو بهاد المكه باش يطلق لينا. هنا غنديروا العماره ديالو. ايوا دابا حنا عجننا هنا وخلينا عجنتنا تخمر. هنايا غنديروا البصله، البصله الخضاريه كيف البصله الخضاريه. هنا البصله ديالنا نديروا القزبر، غنديروا شويه ديال الكمون، شويه سكنجبير، نديروا التحميره، التحميره شويه باش يدي لنا اللون، نديرو شويه د البزار، شويه د البزار، كنديرو أكريش. هذا أكريش، هذا ديال الخليع. أكريش كيتباع للمول مالين الخليع، هذاك اللحيمات اللي كيبقاو في تحت السطل مع الخليع، هذا كيجي زوينه في بلاصة الشحمة. غنديرو غير شويه باش منكتروش الإيدان، كتجي شويه في مطلع زوين. كنديرو شويه د الزبيد، الزيت اختيار، متجيش ديري الزيت مديرهاش هي باش يجينا ما يجيناش ناشف من الداخل. كنحركوا العناصر ديالنا، حركوا مزيان، نحركوا بحال هكا. البصله، البصله بلا ما نطيبوها، هي غطيبو وسط المطلع، الا قطعتيها رقيقه ما غاديش تبان، دغيا غادي يذوب. ودابا هاد الطريقه غادي نعمرو المطلع ديالنا، غادي نعمرو نتلاقاو ملي غادي نعمرو المطلع ديالنا في الطبق الاخير. وشكرا لكم. تيجي المطلع ديالنا بعد ما طيبناه، بعد ما خمر وطيبناه، هو بلا ما شحرنا البصله كيجي زوين. ها انت شوفيها مهوي، والبصيله اللي لداخل ديالو طايبه كيف المطلع ديالنا العادي. ها نقرات الوحيده وتشوفيها كيف كتجي لينا، ها انت هي مهويه من الداخل وطايبه وزوينه. ها انت هي وديك البصيله زوينه، وتاكليها بالصحه والراحه انت وليدات. وتنتمنى انك تجربي هذه الوصفه في رمضان، كتجي زوينه وبالصحه والراحه. وتنتمنى انكم تدعموني وديروا لي لايك وديروا لي تعليقات باش نعرف باش ندير كل جديد. وشكرا لكم، مبروك عواشركم.